السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، سؤال يطرح عن قضية الفدية. ما هي الفدية؟ ما مقدارها؟ الفدية أيها الأحباب الكرام هي عوض يقدمه الصائم الذي عجز عن الصيام. من هو الصائم الذي يعجز عن الصيام؟ قد يكون الشيخ الكبير والمرأة العجوز، قد تكون المرأة الحامل والمرأة المرضع، وقد يكون كل من هو عجز عن الصيام. والفدية نوعين، هناك الفدية الكبرى والفدية الصغرى. الفدية الكبرى هذه خطيرة، هي الذي أفسد صيامه عمدا عليه الفدية الكبرى، وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينة. أما الفدية الصغرى فهذه العلماء وقعوا في اختلاف فيها في تقديرها. منهم من قال هي صاع من طعام، منهم من قال هي نصف صاع من طعام، بل منهم من قال هي ربع صاع من طعام. فالمقدار هو يختلف، ولكن الرأي الراجح عند جمهور العلماء يعني وجبة طعام تكون كافية. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما سئل عن امرأة أكلت رمضان، أفطت في رمضان كله 30 يوما، فلما سألته ماذا أفعل قال اجمعي 30 مسكين وأطعميهم. قالت مما أطعمهم؟ قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. والمرأة قالت نحن مجمل طعامنا خبز ولحم وخضروات. قال أطعميهم خبزا ولحما وخضروات مما تأكلون. فالغالب أن العلماء يقولوا بأن الفدية يكون مقدارها هكذا، لكن الذي يقع فيه الاختلاف هل يمكن أن نخرج الفدية نقدا. في الفقه المالكي والفقه الشافعي لا يجوز إخراج الفدية نقدا، لابد أن تكون إطعاما. وقد قال ربنا عز وجل ففدية من صيام إلى أن قال أو طعام مسكين، سماها طعام. فتقيدا بحرف القرآن وظاهر القرآن الكريم، فالشافعية والمالكية هذا المذهبين قالوا بأن لابد أن يكون الكفارة من الإطعام ليس من النقد. لكن الحنفية قالوا نقدا نقدا. لماذا؟ قالوا بأن النقد هو أنفع للفقير وأيسر على الغني. أنفع للفقير لأن الفقير إذا أخذ المال ممكن أن يشتري به على مزاجه وعلى رغبته، يشتري ما يشاء، لا تفرض عليه ماذا يأكل. وهو أيضا أيسر للغني، فالغني من الأحسن له أن يقدم مالا عوض أن يبحث في الأسواق ويحمل الأثقال وينتقل من مكان إلى مكان. هذا الفكر الحنفي، الفقه الحنفي قال إخراجها نقدا هو أولى. بعض العلماء المعاصرين قالوا وفي عصرنا هذا كان من باب أولى، لأن الناس كثروا والمصالح تشعبت والناس في ظروف خاصة، فإخراجها نقدا كان أفضل. فكم مقدارها نقدا؟ منهم من قال هي 12 درهما، منهم من قال 15 درهما، منهم من جعلها مجرد 10 دراهم، لأن اختلاف في الصاع أو نصف الصاع أو ربع الصاع. لكن الرأي الراجح هو أن يكون من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني المائدة التي تأكل منها أنت. ماذا تأكل في الإفطار؟ قوم ذلك الطعام. قد هناك من فقير يأكل ما تيسر، وهناك المتوسط يزيد عن حده، وهناك الثري الذي تكون مائدته مباركة. فالإنسان على قدر طعامه ينبغي أن يخرج ذلك. بعض الفقهاء المالكية في المغرب عندنا عادات جميلة نقوم بها،
إما أننا في أول رمضان الناس يشترون قفة رمضان، يذهبون عند المتجر ويطلبون منه مواد غذائية بمقدار الثمن المعروف، يعني طيلة شهر رمضان حوالي 300 درهم. 300 درهم تغطي رمضان بكامل 30 يوما طبعا، ومن زاد زاده الله في الفضل وزاده الله تعالى في الكرم. من أراد أن يجعلها 500 درهم أو 1000 درهم أو أكثر فله ذلك، لكن الحد الأدنى لشهر بكامله هو 300 درهم. هذا اعتاد المغاربة على فعله في أول رمضان أو في أوسطه، أنهم يشترون قفف رمضان. منهم من يوزعها يجعل شطرا في أول رمضان والشطر الثاني في وسط رمضان، قفة فيها مواد غذائية من سكر ودقيق وشاي وما جاور ذلك، ويسلمها لأسرة فقيرة تعدل 30 يوما. إذا أعطيته قفة ب 300 درهم ب 6000 ريال معنى أنك كفرت عن شهر بكامله. هناك مغاربة آخرون يقومون بعمل آخر، ينتظرون ليلة القدر المباركة، فليلة القدر إن شاء الله تعالى تكون في العشر الأواخر من رمضان ونحن على أبوابها بإذن الله. فبعض المسلمين يقومون بطهي الطعام. الطعام المفضل عند المغاربة في الصدقات هو الكسكس، فيصنعون أطباق من الكسكس، طبق كل طبق يكون متوسط أو كبير يجمع 8 إلى 10، إذا كانت قصعة كبيرة كتجمع 10 ديال الناس. فالشهر بكامله يكفيه أن يصنع 3 قصعات، 3 قصعات، ويضعها أين؟ في الغالب الناس يضعونها في المساجد، فعند أبواب المساجد كان يتجمع هناك الفقراء والمساكين وعابروا السبيل ويقيمون ليلة القدر بكاملها ويشعرون بالجوع وبالعطش، فلا يضطرون للعودة إلى بيوتهم أو يبحثون عن طعامهم، فإن الناس يأتون بقصعات الكسكس. ومن هؤلاء الذين عندهم دين رمضان لابد أن يخرجوا الفدية فيخرجونها من الطعام من الكسكس. فالطريقة هي تقاليد وعادات نبيلة، والصواب أن كل ما فعله المؤمن صحيح بإذن الله، سواء أخرجتها نقدا حوالي 15 درهم في اليوم، أو جمعتها دفعة واحدة أعطيتها لأسرة فقيرة نقدا، أو كانت قفة رمضان، أو كانت قصعة كسكس، كله فيه خير فيه منفعة. وجميل أن ننوع، يعني فئة تفعل هكذا وفئة تفعل هكذا وفئة تفعل هكذا، ونكون قد خلقنا جو من التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع. فأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.